فهذه الفترات كانت مهمة. الشيء اللي ربما كذلك لازم نوقف عنده بحكم أنه مدرسة ليست ككل المدارس، يعني من دون شك أنه خاص الإنسان يكون مشبع بالثقافة نتاعه. كانت هذه المسألة يعني كان المرحوم الحسن الثاني حريص عليها، وكنا كندرسوا، وهذا شيء لازم نقوله إضافة إلى التاريخ اللي كان مسطر ومبرمج في برامج ومناهج وزارة التربية الوطنية. كنا كندرسوا تاريخ المغرب تاريخ المغرب وتاريخ الإسلام، كان كيدرسنا هذه المادة شخصية وازنة اللي هو محمد الفاسي، أول وزير التربية الوطنية ومن موقعي وثيقة الاستقلال، وكان حقيقة شخص وأول شخص اللي تقلد يعني مدير المجلس الإداري في اليونسكو واللي دخل اللغة العربية في اليونسكو، هو اللي كان كيدرسنا تاريخ، وكان كيدرسنا تاريخ المغرب وتاريخ الإسلام، بحيث أنه وفي هذا التاريخ هذا للشهادة يعني ما كناش كنبداو فقط من الفترة ديال الإسلام، ما قبل الإسلام درسنا مع بوكود الأول وبوكود الثاني ويوبا الأول ويوبا الثاني ويورد، يعني تاريخ ما قبل الإسلام، يعني تاريخ هذه الأرض. وكان عنده ثقافة واسعة يعني، فبالإضافة إلى هذا الجانب ديال الثقافة هذه مدرسة تهيئ طبعا ملك، يعني أو ربما بعض رجالات الدولة، على كل حال حسب السياق. على كل حال هذه مسألة يعني لأساسي فيها هو طبعا الشخص اللي يعني سيتقلد مقاليد الحكم، واللي خصو يعرف كذلك أمور الدولة من خلال شخصية الدولة. فكانت هناك واحد المسألة مرة ربما في الأسبوع، ما كنذكرش التراتب، ولكن يعني كيجي شخصية من الدولة كيتغدى معنا أو في الطاولة يعني اللي كيكون فيها ولي العهد يعني. فكان أنا ذاك اللي كنذكر يعني من الشخصيات الوازنة كان رئيس المجلس النواب اللي هو اللي كان المرحوم الداول سيدي بابا، وزير الداخلية السابق سي بن هيمة، يعني وزير الأشغال العمومية سي محمد الدويري، وزير المالية سي عبد اللطيف الجواهري، وآخرين ما كنذكرش كل شيء. اللي كنذكر هي بعض المستملحات، مثلا يعني الدكتور بن هيمة هو الشخص الوحيد اللي وقع له استثناء، لأنه كان كيدخن وكان التدخين ممنوع في المدرسة المولوية. أي شخص حتى اللي كيدخنوا أو في الطاقم الإداري ممنوع التدخين، ممنوع، كان التدخين ممنوع. فهو الشخص الوحيد في يعني في لو فوايي في النادي اللي استأذن باش يدخن، وكان ذكر كان كيدخن سجائر بول مول، واحد النوع ديال الكارو سميتو بول مول وسون فيلتر، هو الوحيد. وكان شخصية متميزة، كان ذكر بأنه من خلال الحديث نتاعو ولا جيستويال يدي ما كانش عادي يعني، وعنده واحد الجانب مستملحات إلى آخره، وكيتكلم مع ولي العهد بواحد النوع من الأدب، مونسيونيور افيك لو ار يعني ميتو اون تري بيان مانجي مونسيونيور فايفو جو فيم ما سيجاريت مونسيونيور إلى آخره. فهذا الشخصية كذلك اللي كان تغدى معنا، واللي هو السي أحمد السي محمد الدويري، كان وزير الأشغال العمومية، وهذا الشيء في حكومة ديال 77. فمن بعد الغداء مشينا كنجلسوا كنشربوا قهوة وأتاي في لو فوايي في النادي، وطبعا كان شخصية غير عادية لأنه كان في حزب الاستقلال، وكان كيدعي للتعريب وطبق التعريب في وزارة الأشغال العمومية، وكان كيجي للعمل بأركات. ف
بدا كيتكلم على البرنامج ديالو واللغه العربيه وكذا الى اخره. صادف ان شي واحد معنا كيقرا وهو انس خالص، كان درس مع ولادو قبل ما يلتحق او كاين كيعرفو درسو باللغه في البعثه الفرنسيه. فسولو قال له كيف انه انت كتنادي بالتهريب ولادك كيقراو باللغه الفرنسيه؟ فاتحرش، فقال هذا خطا العمر وانا واما هم هكا بهاد كنحاولوا اننا نداكو هاد الخطا الى اخره. فانا مازال كنذكر محمد شفيق مربى يديه، كان هو المدير وكيشوف فيه، ما تكلمش بحكم انه مدير، بدون شك ان هذا الحدث يعني اثر فيه، بدون شك ان لان في واحد الفتره في الكتابات نتاعو كان كيقول كتب بانه واحد المجموعه الناس اللي كانوا كيناديو بالتهريب ولكن ما كانوش كيطبقوه على نفسهم. فهذا من الامور اللي كنذكرها على اساس انه كانت هناك جوانب اخرى موازيه للتكوين. كانت تجارب اخرى، لانه لما كتكون هناك فرقه كتحل، بالاخص لما كيكون برنامج في مسرح محمد الخامس كنا كنشوفوه. شفنا عده مسرحيات، توباز ديال مارس بانيول، لو ميزانتروب نتاع موليير مثلا، مسرحيه ديال الطيب صديقي ابو حيان توحيدي. فكانت هناك تكمله ديال التكوين الثقافي لموازي، وهذا اعتقد بان جزء من الذاكره الجماعيه ما فيها باس يعرفوه المغاربه، والاخص انه كانوا كيشرفوا عليه شخصيات وازنه سياسيا، عندها واحد الحس وطني وثقافيا. يعني محمد شفيق كان شخصيه مثقفه، مالك للغه العربيه وللغه الفرنسيه فضلا الامازيغيه، ولم يشهد له قط الحقيقه انه كانت عنده شي دعوه ما يسمى عنصريه. مره انا شي مره تكلمت معاه كذا كلمه بالامازيغيه وجاوب يعني على اساس انه باش ما الحاج محمد باخني، يعني شخصيه وازنه وله ثقافه واسعه وحافظ للاشعار القديمه، وكان معجب. والشيء الثابت اللي كنذكره لانه تاثرت به هو انه كنا او كل اللي درسنا عليهم كانوا حافظين ومعجبين بالمتنبي. هذا لازم نقول كلمه كذلك، في شخصيه اللي درسنا عليها كانت يعني متميزه، عندها اللي هي السي احمد بن سوده اللي كان مستشار جلاله الملك، والمغفور له الحسن الثاني امره باش يدرسنا الالفيه ديال ابن مالك على شرح ابن عقيل. حقيقه يعني كان شخصيه فذه. وكان ذكر دائما عنده واحد المستملحة، دائما كان كيذكر واحد البيت شعري، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس إلى آخره. هذا جزء من الذاكرة درسنا، ولكن ماشي واحد الفترة طويلة على خلاف ما كتب ويكتب، درسنا على يد عبد الهادي بوطالب، ولكن فترة وجيزة قصيرة. هو خلف حكم انه كان عنده تكوين متين باللغه العربيه، خلف الاستاذ ديال النحو اللي كان كيدرسنا النحو بالالفيه السي البرنوسي رحمه الله. السي البرنوسي كان درس المرحوم الحسن الثاني الالفيه وكبر، فوسمو جلاله الملك الحسن الثاني انه كبر فلفتره خلفوا عبد الهادي بوطالب، ولكن لفتره وجيزه. وكان آنذاك يعني وزير دولة في الإعلام، وزير دولة في الإعلام، وما بقاش بزاف لربما من بعد وفاة المرحوم بومدين. كان هناك ما اعتبر خطأ دبلوماسي أو ما قرئ أنه خطأ دبلوماسي.